هي ممكن ترجع صلاح في الله العظيم. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم، اتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحداب؟ والادب والتقى والصلاه دي خلتنا صلي يا صلاح. انا بقيت اصلي وبطلت ابير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان ايه يا صلاح؟ نصيب كتب. النصيب كانت بتشتغلني يا اسطى. ده ما عداش على نزولها ساعتين ثلاثه. يعني استنى شويه. لا تستنى، ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسال هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه، اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، أنا في كابوس. ده كابوس ده. ده مش حقيقة. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ أنا عملت لك إيه؟ لطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ اترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معاها. هي خدت ايه تاني غير الذهب والفلوس؟ الحرباية.